حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني. وين جيتني انت؟ لعوزتني، الله يلعوزك، الله يلعوزك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بص يا عمنا، انت هتشربه من الميه دي 3 مرات يوميا، مره الصبح ومره الظهر ومره المساء. جزاك الله خير يا مطوعنا، ما قصرت. مطوعنا؟ لا ولا يهمك يا عمنا، احنا ما عملناش حاجه. ايه ده، فلوس؟ لا يا عمنا، انا بعمل الموضوع ده لله من غير مقابل. ما عليه مطوعنا، اعتبرها هديه، تهاد وتحابوا. لا اذا كان كده ماشي. يلا، احتجت اي حاجه في اي مشكله اتصل بيا، لو في منتصف الليل هاجي لك على طول. جزاك الله خير، مع الف سلامه. ربنا يشفيك، ربنا يشفيك يا رب. هات هات ياك ياك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مطوع هاني موجود داخل؟ من اخوي؟ المطوع هاني موجود. اخوي انا عندي هاني بس مو مطوع، هذا هاني يشتغل في الزراعه، طرش السوق، بس مو مطوع ابوي. يا اخي المطوع هاني ما شاء الله عليه، سمعته واصل الفريج كلها، ويقولوا شفوا ناس وايدين على يديه. اقول لك سير اصقر، اقول له ريال ينتظرك برا. يا ابوي بلاك ما تفتهم، اقول لك ما عندي مطوع يسمونه هاني، عندي واحد يشتغل عامل في البيت هني. اقول لك هذا المطوع هاني ايش قرمسته؟ قرمسته شراتي وشراتك يا ولد الحلال. يعني يرمس اماراتي؟ لا، يرمس مثل اخواننا المصريين، اكيد عرفته. شرات اخواننا المصريين؟ والله يا اخوي يمكن يكون في الفريج ذاك او في الفريج هذا. الهاني هذا اللي تطريه انت مطوع مو بعندي. اسمعني الحين، مو بهذا رقم 20 وانا راعي البيت، وهذا رقم 20 واقول لك ما عندي مطوع يسمونه هاني. يلا 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 اجلب، يلا يلا يلا، مع السلامه. زين بلاك معصب، بلاك معصب، انت شكله يبالك مطوع هاني يقرا عليك. يلا. والله ما حد يبالي قراية غيرك انت والناس اللي صدقوني ويقص عليكم، لكن ما علي يا هاني، ما علي، حساباتك زادت. اخرتها بتفضحني في الفريج ويقولون براشد جايب واحد ينصب على الناس، لكن ما علي، ما علي يا هاني. سلام، ناس طيبين قوي. هم دول بس؟ جاتوا ناس معفنين قوي وتهادوا وتحبوا. طب والله لو اتصلت عليا ما هرد عليك تاني. واو واو واو، مطقتم اليوم، ما عرفتك، احمر رصاصي احمر يا ينام سين برب. بس اصبر يا جماعه، بلاك عصير موز. هذا من وين جاي انت؟ من وين جاي؟ من وين جاي؟ شغال يا حبيبي، مش عطلي بطلي زيكو. صباح الخير فطرني، مساء الخير عطشيني. والله العظيم انا ما عرفت لك، انت كل يوم يا استطلعنا في شغله، اليوم يا استقرا على اليهال وما ادري شو. انت في بيتنا لين الحين ما تعرف وين القبله، وحين تقرا على وادم اقول لك اصطلب لا ابوي مراقك مراق. اقول لك هاني حبيبي، يا اخي تعال اقرا على محمد، ترى مسكون. مسكون بالايجار؟ هذا اللي قلته الحين كوميديا؟ هي المخرج قال يضحك الجميع، المفروض تضحكون، شو السالفه؟ ممكن تسكت؟ هاني حبيبي تعال بندخل المجلس، ضبط لك راس شيشه وعدل المزاج، وبالمره عندنا شيشه يعني احس ان فيها جني، ما تطلع دخان. لا يا حبيبي انا مش فاضيلك، العم عايزني دلوقتي، ابقى اجي لكم بالليل. يا عالم يا سيع. يلا يا مؤدب. سلام. اه والله نسيت. والله انا ما اعرف لهالبني ادم، كل يوم يطلع لنا في شغله وكل يوم بشيء جديد، الله يعيننا باكر بشو بيطلع. بس تبغى صراحه، لا انت ولا ابوك تقدرون عليه. ابوك انت، امك انت. Thank you.
علاوي لف يمين علاوي اسكت يا اخي العب العب خادود انا اسكت ابوي ابوي ما ادري والله اللعبه مصلح اسقرك ما سمعتك ابوي هذا من اذنك انتوا هاللعبه هاي كافجي بابجي ابوي اسمها بابجي ابوي ايا كانت اللعبه الف ودي قايل لك لا تحط هاي في اذنك ان شاء الله ابوي ان شاء الله هلا ومرحبا حيا الله هاني باشا لا حياك يا ابو رشيد يا حبيبي انا بتخبرك انا اشتغل عندك ولا انت تشتغل عندي لا انا اللي بشتغل عندك طبعا يا ابو رشيد عيال انت وين الصبح كنت بودع واحد بلدياتي رايح على مصر كنت رايح اوصله المطار العب ملاعيبك يا هاني العب ملاعيبك اسمعني يا هاني تصير الحين غرفتك وتشيل كل قشك كامل كل قشي ليه هنبني عش عصافير كل قشي تستهبل انت قشك يعني اغراضك حتى البروش مال اسنانك تجيبه ما تخلي شيء في الحجره انزين ليه هنروح فين يا ابو راشد بنسير المزرعه طب ما دام رايحين المزرعه وراجعين تاني اخد قشي معايا اعمل بيه ايه يا انسان انت ما تفهم اسمع الكلام شل اغراضك كلها وتعال وراي على السياره يلا بسرعه حاضر ماشي تعال 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 خذ خذ يمين خذ يمين يمين لا ارجع انا شو قايل لك شوي شوي ماية بتكسر الباب امي لحقي ابوي طلب من هاني ياخذ كل اغراض بيودي المزرعه زين شو الجديد ماية دوم ابوك يودي هاني المزرعه وياه امي هاي المره ابوي معصب يتراوالي ما بيرده والله ماية فكني منك ومن ابوك المعصب هذا وراي الطبيخ روح امي شو طبختنا اليوم طبخت لك كل زين روح روح يلا اطلع برا امي احبك امي روح يعني في ذا قلبك يا ربي ربي يحفظك يا رب السلام ورحمة الله وبركاته اليوم يعني واحد قبابي ويقول لي وين المطوع هاني عشان يقرا علي مطوع لا يا عم ابو راشد ده واحد صاحبي كنت بمزح معاه الصبح كنا بنهزر يعني تهزر وياه تمزح وياه يد قبابي يفضحني في الفريج قدام عباد الله وخلقه انزين ويقولون ابو راشد هذا جايب واحد نصاب انزين ويتجاسم وياه لا يخرب بيت واللي وداه هناك ده انت ارمس اللي ما استحي على وجهك اسمعني زين ما زين انا مكان ثاني ما عندي غير هالمزرعه هذه من اليوم وساير بتشتغل في المزرعه هذه مسؤول على المزرعه وعلى العمار انا مسؤول مسؤول مدير اللي تباه انزين اباك تحط بالك على المزرعه وهالله هالله بالعمال هذي اللي عندي من 5 سنين فعنيلي ولادي ده ولادي دول خلاص حاضر يا ام برشي شنطتك اللي في السيارة بخلي لك اياها عند الباب. اخذها؟ لا خليك وياهم الحين انزين وانا بخلي لك اياها عند الباب. تبون شيء؟ عاوزينك طيب. يلا في امان الله. مع السلامة يا عم ابو راشد، مع السلامة. اسمع يا ابني انت وهو. انا مش عايز مني مني، انا عايز كله كلام سيدة، مني مني هتشوفوا اوسخ معاملة مني. ما في مشكلة، أنت ما يريد مني مني. أيوة. ريت شوف سيدة. وريني سيدة هتمشي إزاي. هذا شكل امشي سيدة. كده سيدة؟ أيوة. كده أنت عندك تسلخات، سيدة فين السيدة دي؟ أنا مش عايز لعب. الراجل محملني مسؤولية المزرعة. خلاص؟ سمجة أجا يا باي. خلاص ما في خوف، ما في مشكلة. يلا شوفوا شغلوك. هاني يا هاني هاني يا هاني خرب بيت شكل هذا وين مختفي هاني ها
هذا اكيد عند البط، انا احب سوالف البط بالملوخيه. خلني اسال بطه يمكن. هاني شفتوا هاني يا بط؟ شفتي هاني؟ شفتي هاني؟ يسأل بطه ثانيه. يا هاني 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 اقول لك علي شفت هاني؟ ليش انت ما تعرف شو استوى؟ شو استوى؟ ابوي خذاه وداه المزرعه وخلاه ياخذ كل اغراضه. شل كل اغراضه؟ كل اغراضه. لا بالله ان المزرعه طارت، وشوف شو بيسوي في العمال الحين. الا اقول لك هاني، منو مخبر ابوي انك مستوي مطوع وتقرا على الناس وما اعرف شو؟ اسكت يا راشد ما تفكرناش، واحد راح لابوك في البيت وقال له فين المطوع هاني؟ خرب بيتنا الله يخرب بيت اهله. تخف علينا انت مطوع وان انت سوره الفاتحه ما تعرفها؟ لا حافظها احسن منك يا حبيبي. زين شو رايك تروح المزرعه عشان ابوي ما يطردك مثل ما طردك من البيت؟ يا عم هو كله شقه شقه شقه، احنا جايين نرتاح شويه ونشرب لنا حجرين شيشه، بالنهار شقه وبالليل شبراقه. وبعدين انت هتصاحبني ولا يشيل ايدك؟ بعد يا عندي تبان يا ضيفك شيشه. قوم قوم ضيف نفسك حبيبي، قوم قوم اعمل لك شيشه. قوم اعمل شيشه هاني. ثلاثة شيشة للشباب. ولا كأني سمعت حاجة. افتح الباب يا كلاب. عباس ارے یار چورو یہ پاگل آدمی ہے ادھر آتا دماغ خراب کرتا فلم دیکھو فلم ارے وہ ہیرو دیکھو مسلس ہاں موٹا چاول افتحوا الباب يا اندال افتحوا الباب يا حساله افتحوا الباب अरे भाई कोलेगा और नहीं कोलेगा अरे भाई कोलेगा तो इधर आता दिमाग खराब करता गिर 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 बाहर सोने दो हेलो बाहर में सो जा बाहर में दरवाजा कने रहो उधर اكيد الحيوانات الكلاب دولت قاعدين جوه وسامعيني وانا بس خبط على الباب وعاملين نفسهم مش سامعين. انا اوريهم الزهر بنا عليا هنام هنا جنب الباب. بخرب بيتك وبتسيرينك السودا. انت نوم هنا؟ شو باقل انت؟ انت نوم هنا؟ وكمان بتغلط؟ انا بغل يا حمار في راس بني ادم؟ انت ليش ما يفتح الباب امس؟ امس انا في نوم، انت يجي تاخير مشان شي انا ما يفتح. نوم؟ نمت عليك حيطه، انا عمال اخبط امس على الباب، انت ليش ما يفتح الباب؟ انا ما يسمع. ما يسمع ده انا هخليك ما تشوفش كمان. شو هذا انت مفكر هذا كيك؟ كيكا؟ ده انا احمد ربنا ان انا بحضنك، ده انا هولع فيه. كيك؟ لسه هوريك. اخو ما انا وعيك. خلاص. انا هولع فيك. امشي. خلاص انت باقل، انت مو كهربان انت. مو كهربان؟ خلي. روح روح روح. باقل. ده انتوا هتشوفوا ايام طين. ده انتوا هتشوفوا ايام سودا. انا اللي تهونت معاكم. افتح الباب. يا ابني افتح الباب هنقط على نفس الله يخرب بيتك. يا ابني هعملها على نفسي افتح الباب. يا ابني وانت بتعمل ايه ده كله بتولد؟ لا يقرفك. شوف ما في صبر؟ صبر ما في؟ صبح في الليل صبح في الليل شو هذا ما في صبر؟ ما في صبر؟ ساعة بيعمل ايه في الحمام انت؟ زيادة عور زيادة عور زيادة عور الله يخرب بيتك افتح الباب خلاص خلاص كلي وانا مش كلي شوف شوف انت
انت امشي روح هناك ورا ها روح هناك سوي حفره ها بعد سوي سوي حفره هناك امو يحيى عامله ايه يا حبيبتي والعيال عاملين ايه لا بشرك انا بقيت مسؤول كبير قوي هنا في مزرعه عم ابو راشد بقيت مدير في المزرعه والعمال هنا برضو بقى نايمهم بمزاجي واصحيهم بمزاجي ايوه عايزه فلوس وقت ما بتشبعيش فلوس ولا ايه ما انا لسه بعت لك الشهر اللي فات ده كان يوم اسود طيب خلاص انا خلاص هبعت لك خلاص خلاص ماشي يلا يلا يا ست انا غلطان اللي اتصلت بيك اصلا يلا غرف داهيه والله العيشه معاكو احلى من العيشه مع العمال تعالي خدي حبيبتي تعالي احنا هنلف ورا بعض ولا ايه استني بس هفهمك استني يا بنت وقفي استني أنا فاهمني والله العيشة معاك وأحلى من العيشة مع العمال اللي مبهدليننا وواجعين قلبنا دولت ليل ونهار مش عارف حاسس إيه ده؟ أهلا وسهلا مش عارف حاسس إن في كده الدم بيحن وفي ألفة بينا وبين بعض خد يا حبيبتي كلي ما تخافيش أنا بأكل والله بأكلي خدي تعالي 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 خدي 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 ميري نسيب مكتوب अरे ये काटो भाई जल्दी जल्दी काम करना बहुत गर्मी है यार कब तक ये अपने तो हो कब तक ये हबीबी كده اصلا غلط اللي انتوا بتعملوه كده اربع بوي جرجر زياده ما يريد معلوم امسك وريني انا هتعلم بقى انا هعلمك القص ازاي يا جاهل ما في مشكله انا اشوف ارباب هذا ما في حلاق صبر 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 سوي التحديد مني سوي تحديد مني والله انك نفعي شغله شغله يلا 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 ايه جاي و جانتا نہیں کیسا کام کریں گے یار انا الحران انا انا المبسوط انا الجو حر نار شمس ليل نهار يلا بينا على البركة الملابس راحت فين؟ الملابس راحت فين؟ أكيد ولاد الجزمة دول اتخبوها पहले तो कभी कभी गम था हमको हर पल इतनी याद रुलाती अब तो हर पल तेरी याद रुलाती है ओ भाई क्या पका रहा है भाई अरे खाना बनाएगा ना ज्यादा भूख लग रही भाई हाँ अरे वो नहीं खा सकता हेलो मिर्ची रखो वो सकता नहीं ये खाएगा ना सुनो अभी गाना हो गया अच्छा हमूद चन्ना रद्दीना या रब्बा अरे शेय يا متعك
تتشيش وتدخن. خلك انت ايه ولد ماما دوخ وانت ساكت احسن. لاني ما ادخن بس يلا ندخن اليوم. يوم الجاير حبيبي. يوم الجاير. اي نعم. وابا كل واحد منكم يعطيني حركه. اوف عليك لعبتي انا حركات. شو الحركه بعد؟ دخلت بطوله انا شو. يلا. يعني داش بطولات انت؟ ايه بطولات العود حبيبي. مسخر انت شو؟ خليه يسوي حركه. اوه يعني مال انستغرام دخان ودائره. ترى ما صار دائره. ما في دائره. ما في دائره. ما نايس والله. خذ واحده جديده. علمه نعصب يعني. ايش فيكم؟ ايش فيكم سلامات؟ ترى هاي الجقاره بفلوس. حرام يعني اللي قاعدين تسووه. جقاره شو؟ انت الوحيد اللي تدوخ. نحن اولاد ناس ما ندوخ. انت اللي تعلمنا على هاي الفواحش. صح هذا من زمان شي. هذا ترى مرض اسمه انفصام شخصيه. فجاه يستوي كذا فجاه يرجع. انت ابوك يدري انك تدوخ؟ يعني قبل على اساس انه هو ما يدخ. ترى هو بس الحين استوى اب فلازم انه ما يدخن ويعلم عياله. واللي هو قبل كان يدخ عادي يعني. بس براشد بر الوالدين زين. ترى سالت على هالموضوع بر الوالدين يوم قلت لهم سالفه ابوي قالوا لا ابوك عادي مو برا موضوع بر الوالدين. انا زين انا على الاقل بحترمه شوي. ترى الريال هذا خلاص كبر خرف وبعدين قام يعني يسوي اشياء ما لها داعي. يسكر ليتات يسكر مكيفات حنفيه تقطر يروح يطالع ويسوي ما له داعي خلاص كبر الريال. اقول لك محمد اعتذر. صلاه الجنازه يا ثاب الله اكبر. يا خايف حسبي الله عليك وعلى ربعك. كلب عاملين ايه ولاد الجزمه دول؟ الله 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 لا ده أكل بان عليه من الآخر. يا لهو يا نيامة نار نار أبي عيقة. عم ابو راشد ازيك يا حبيبي؟ الحقني يا عم ابو راشد انا طالع عينيا وعيني اللي جابوني. ارجوك تعالى خدني من هنا. انت ما تعرفش انا بيجرالي ايه ولا بكلمك منين. انت لو عرفت انا بكلمك منين مش هتستحمل الريحه. الله يخليك يا عمي ربنا يخليك. طيب ماشي منتظره مع السلامه. الحقني يا ابو راشد ابوس ايدك يا ابو راشد. العمال تجننني يا ابو راشد. انت عارف عملوا فيا ايه يا ابو راشد؟ اكلوني فلفل. عارف يعني ايه فلفل؟ يعني مدخله نار ومخرجه نار يا ابو راشد. والنبي يا ابو راشد بس لا ماشيين من هنا. والنبي يا ابو راشد انت ما تفلح في مكان اخرته هني في المزرعه وبعد تسوي لي مشاكل. انت ايه ليش تسوي جنجال سوا عرباب؟ هذا النعفر كربوتي. أنا عارف ايش الساعة اسوي كلام. ما في شغل ما في شيء. عارف ايش الساعة اسوي؟ هلا حبيبتي وينك حبيبتي؟ تعالي حبيبتي انا في مدير. وين المدير؟ والله عرباب هذا نفر سوي سوا سوا خو مالنا جنجال سوي. ما في سلام ما في اكل بس نوم علو بس خلاص. شب اسمعني شيل شنطتك جيب اغراضك تعال وراي تعال. ربنا يخليك يا ابو راشد ويطول لنا في عمرك يا سيدي الناس يا ملك الرئة والاحساس. هاني يرحم والديك الشيشه شوي. يا ابني وانا خلفتك ونسيتك كل ما امسك حاجه تقول لي ادهاني. لا انا عايز اعدل راسي. خلى الريال متضايق. انت لو شفت اقول لهم شو سووا فيك في المزرعه. يوه اسكت بقى يا راشد ما تفكرناش بالايام الوسخه ديت. كانت اوسخ ايام عمري يوم ما روحت المزرعه بتاعت ابوك دي. انت لو تصطلب وتودر عنك هالسوالف ما استلب يا عم. يبقى قابلني اذا ودر مشاكل. عم اتكلم عن نفسك انت. شوف نفسك انت الاول وبعد كده تعالى اتكلم. على الاقل انا راجل شغال مش زيك عطالي بطالي ولا شغله ولا مشغله. مالي هديه وريح وشيش. وابغيك تعدل المزاج وتروق. وابغاك تطلع الدخان من خشمك. أوه. شويه. حاضر يا حبيبي. هطلع من خمشي وهطلع من مناخيري كم من وذين. يا
يلا نشوف يلا. صحة. الماية تروي العطشان وتطفي نار القربان، يا سلام على المية، يا سلام على المية، والمية تروي العطشان، تروي العطشان. تعمل ايه يا علي؟ قاعد احاول اعدل السيكل. وريني كده، استنى وريني وريني. تعال تعلمه. اوه دي لعبتي، استنى. انا شكلك ما يبي. لا استنى استنى، اوعى سيبهولي سيبهولي. يا اخي شكر يا اخي. بص استنى استنى استنى، يلا جرب كده. الله حبيبي علوي جرب كده. لا انا بجربها بعدين، انا الحين عمري 16 سنه. ما شاء الله. سنتين وبطلع ليسن بفتك. ايه ده انت بتعرف تسوق يا علي؟ منو ما يعرف يسوق الحين؟ هاني انت عندك ليسن اصلا؟ ايوه يا عم عندي ليسن، بس ابوك مانعنا سوق، بيقول لي انت بتسرع عشان كده مش عايز يديني سياره. هاني يا راشد اقول لك احنا سايرين ويا الشباب رايحين البحر، بدي ويانا؟ هو ده كلام، خمس دقايق هلبس المايو بتاعي وهبدل واجي لك على طول. انت تلبس مايو؟ لا بالله ان السمك عزل عن البحر. ايه لا اقول ما شاء الله عليك، يعني جهز نفسك وغير ملابسك ونتلاقى في السياره. راشد عادي وياكم. لا يا عم تعال صغير يا عيلت ولا ايه؟ لا لا خليه خليه. والله 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 اعرف اسمح والله. طب ماشي يلا. لا 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 بتتابع شباب 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 شباب. خلونا نشوف المزيون. ها بصي هالي بصي هالي. هلا هلا والله العظيم سامان سامان. هاني عرفت السامان؟ ما عندكش اي رومانسيه في كلامك. ايه سامان دي يا ابني؟ هي بضاعه والله. عقولتك هاني تعرف لو تقبل لا تزوجها. محمد بما انك انت احلى واحد فينا تتجوزها؟ والله شوف اول شيء هذا من ذوقك الحلو، وثاني شيء مو من مستواي صراحه والله. اي تحبني بس ما تبغى تصارحني. الفلنتاين شكل اليوم ها؟ كيف عرفتني؟ انا ما حبيت اخبرك بس صدق يا جماعه خاطري في خاطري في خاطري اتزوجها، خاطري اتزوجها. زين نشوف تعرف امها؟ والله شكلي يا الربع. هذا هذا ابوها شكلي. يلا الحين بخطبها، الحين بخطبها شكلي. حبيبي قلبي ليش تاخرت؟ والله فديتك زحمه بس صبري علي دقيقتين وبي بي بالاغراض تمام؟ شكله وافق. إلى حاضر يتزوجني يطلبني من صديقي. طلعت عربية. تتكلم عربي؟ صدمة عمر شباب. صدمة عمر. هذا هي تتكلم ولا جوجل ترانزليت؟ حبيبي يتزوجني. شوف ايش؟ ريالي يتزوجني. نعم؟ ايه. خلاص روح انت هناك. انه اللي عاد نفسه ريال وياي بيكلم ربيعتي ويقول لي بيتزوجها. احنا ما ادريناش رجالة حضرتك. لا لا حبيبي هاني. هالاشكال انا اعرفها حبيبي. شوف وشك بخير ان شاء الله. شوف وشك بخير يا حبيبي. اقول لك انا اعرف ان طعمه معضل واخر شيء اول طراق. انتم مطولين بتشوفون من الريال اللي فيكم. من اللي عنده نفسه ريال عطى طراق عشان يشتهر المقطع بالمره. اسمعني انت ايه ترى الريال تصارح عربي؟ خلصت؟ لا ما خلصت. شو عندك؟ احتمال مديدي عليك بعد. الحمد لله على السلامة، احمد ربنا اللي هاجت على قلم. عندك شيء؟ لا بس هالاشكال انا اعرف من يربيها. بعد؟ راشد؟ منو اللي راشد فيكم؟ وين راشد؟ لا حضرتك راشد اهو. شوف انا ما كنت حاب اني ارجع لموضوع الاجرام لاني انا على طول ما اضر اضرك. حبيبي توكل مني. نزل ايدك. ما بنزل شو بتسوي ها؟ نزل ايدك لا نزل وجهك. شكلك ما تعرف منو انا. تعطيك طراق صح؟ تبغي تعرف شيء ثاني؟ بقول لك مثل بس. نزل نزل نزل. بقول لك مثل. الكثرة تغلب الشجاعة. يلا يلا روح 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 يلا. أهنيك أهنيك أهنيك، أثبت لي أن هذا المثل غلط. أهنيك. على فكرة أول مرة واحد يقنعني بسرعة. على فكرة أنا مشهور في الانستغرام، إذا تبغى دعاية محلك محل حد من أهلك صوره عندي الترتيب. أوكي بروتين ما بروتين بعد كل شيء ببلاش. يلا خالد يلا. ما تبغى تتشرف إنك تسلم عليه؟ لا أكبر شرف ممكن أنا تشرفت فيه في شرف حياتي أنت سلم عليك. يلا حبيبي متواصلين ها؟ حبيب. بيننا. حبيب. في شيء معلومة تاع أنت وياه. معلومة حطها في راسكم. إيه. وحطوها عدل. إذا شفت أشكالكم هني. خسي والله العظيم تشوفني هني مرة ثانية. ما خلصت كلامي. صح. إذا شفتكم هني تدش بسوي فيكم؟ شو؟ بتشربون نص البحر. بنشرب. يلا نجلعوا. بس اخر شيء اخر شيء بيننا
ما يطلع الموضوع. دلع انت وياه. الله تهلش حبيبي. يلا مع السلامه. هاني استوى الصبح بعدك راقد يا ولدي. في ايه الله يحرقك، ما تخليني نمت شويه. ولي فراسك انا علاوي. يا علاوي في ايه يا علاوي؟ عندي مفتاح الموتر، بنطلع بنستانس. موتر ايه الله يحرقك بجزوس؟ انت مجنون يا ابني. انت عايز، انت عارف ابوك لو عرف يعمل فينا ايه؟ هيذبحنا ويعلقنا قدام البيت زي الخروف المذبوح. يا اخي ابوي راقد ما بينشلين الظهر. لا يا عم انا عايز انام. ما بتيب رايك، انا بروح بروحي. روح. طب الواد ده طايش ومجنون وممكن يخرج بالسيارة يعمل حادثة ويودينا في داهية. أنا هروح معاه أحسن. بالراحة بالراحة يا ابني. بالراحة يا ابني. على مالك يا ابني؟ لا تخاف عليك. يا ابني سوء على مالك كده، سلم لي اهلك الله يحرقك بجد وجهك. لا تخاف ريال، شو كبرك بشيل تايرين والله. شو تايرين؟ ثلاثة خمسة على الحارة يا بعيد، تايرين كلها تايرين. خليني نعرفه بعدين. شو عامل الفوركة؟ الفوركة يا ابني بطلع وسحب على هيك. شو تعمل؟ شو تعمل؟ شو تعمل؟ أنا ما عندي ليشن هاني، أنا ما عندي ليشن. أنا ما بس وقف وقف. بنوقف قدام، بنوقف قدام. اقول انت بس وقف عشان انت ما معكش لسه. وقف يا خراب، روحنا في داهيه. يا خراب بيتك يا هاني، يا خراب بيتك يا شو نسوي هاني؟ شو نسوي؟ بدل بدل، انت ما معكش لسه. انا اللي احرقك. لو سمحت لي اسم الملكيه. حاضر. من اللي كان فيكم يسوق؟ انا اللي كنت بسوق حضرتك. مش انت اللي كنت تسوق، هذا الولد اللي كان يسوق. مبسوط يا وش النحس؟ هدينا روحنا في داهية. زم زم تفضل يا المركز. زم زم سيارة. ولدك غير انه ما عنده ليسن كان يسوق بطيشه وتهور. الحمد لله رب العالمين ان شعره كان فاضي. سبب الله وجهك وجهها. ايش قال سمحت لنفسك تسرق سويتش سياره ابوك؟ ما ادري ايش قايل. والله يا حظ ضابط، لو الشور عندي لا اسجلهم هذين الاثنين. يا عم ابو راشد، هو جاب السويتش السياره وقال لي تعالى نروح نتمشى بالسياره، انا خفت اسيبه لوحده لحسن يعمل نصيبه. خفت عليه رحت معاه. ما عليه. الحين نحن في المركز، انا مره ما اقول لك شيء، لكن بعدين. وانت يا خاني تروح بتبدل مكان السايق بدال ما تكحلها عميتها؟ ما معوش ليسن حضرتك يسوق بيه، اسيبه يضيع ويروح في داهيه، قلت اسوق مكانه. دخيلك يا ابوي دخيلك، والله العظيم اخر مره، والله ما عيد، بعدني صغير على السجن ابوي. اخر مره؟ ها؟ والله اخر مره، والله العظيم. الشور مو عندي الحين، الشور عند حرس الضابط، اللي امر به بنسويه. خلاص خلاص لا تصيح، هالمره حشمه لابوك ان شاء الله بتاخذ كفاله، بنكفلك ان شاء الله. وانا حضره الضابط. انت شورك عند ابو راشد، ان طعن ان نكفلك بنكفلك، ما عاد المشكله. لكن يا ابو راشد هالمره اثنينتهم احنا بنوقعهم على تعهد باذن الله تروم يرومون ترخصون وياك. مشكور يا حظ الضابط، مشكور، جزاك الله الف خير، رايتك بيضة. عون الله ما بيكررها ولا بتشوف رقعت وجهي. اخر مره والله اخر مره. اسمع يا هاني، من اليوم ما عندك مالك شغل عندي. انا خلاص تعبت منكم المشاكلك يا اخي. عندك شهر كامل تشوف لك كفيل وتصير عني. يا عم ابو راشد انا نايم في امان الله، وابنك هو اللي قصح عني من النوم وقال لي السويتش بتاع ابويا معايا، هتيجي معايا انا طالع، هتخرج معايا. وخفت عليه ابو راشد، رحت معاه اسيبه يضيع، اسيبه يروح في داهيه. وليش ما وعيتني؟ ابوي مالك خص ابوي، انا اللي خذيت السويتش. انت انطب وصخ وحط لسانك في حلجك، حسابك بعدين انت. انزين انت ليش ما ليش بدلته هناك ويا بعض داخل السيارة؟ يا عم ابو راشد ما انت عارف ان ابنك على سنه 16 سنة لسه ما طلعش ليسن، اسيبه يروح في داهية؟ بدلت عشان انا معايا ليسن زي ما انت عارف.
اسمعني يا هاني، انا قرار اخذته 30 يوم شهر ما اشوف رقعت وجهك هنا عندي في البيت، تفتهم ولا لا؟ صير طالع لك كفيل ثاني، لا تتكلم وين ما اتكلم انا. انت كريم يا ابو راشد، قم ادفع الوجهك. سامحني يا ابو راشد، 30 يوم ما اشوف رقعت وجهك هنا. طب هروح فين يا ابو راشد؟ تعب 60 داهيه يا اخي، لا ابرك تنفيك ابوي. بس ما يخص بمسل التعلم، انت بعد سر ذاكر ولا اسوي لك شيء؟ لا ابرك تنفيك ولا في هاني. قلبي يعورني على هاني، ترى والله ما كان يقصد، هو خايف على اخوي علي لا يسوي حادث ولا شيء. انا ادري انه ما كان قصده، لكن هذه مو باول مره، من يوم مشكله يابلي اوري راسي بس خلاص. ما عليه ابوي، ترى هو يعني رابي ويانا وسنين ويانا يعني قلبك ما حله. اسمع يا راشد يا ولدي، انا كل اللي اسويه هذا في مصلحه هاني. يا هذا هاني عنده عيال لازم يشتغل ويكد عليهم، وصدقني يوم بيشتغل عند حد غيرنا انزين بيسترد بيقضي رجال. والله ما اعرف لا اقول لك شو. لا تقول لي ولا اقول لك. لا لا بلا 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 خذ اونو يا حبيبي. ياسين نلعب ورقه نحن. لا لا فزت عليك، لا تسوي جو. شو اللي تسوي جو؟ ياسين نلعب ورقه. اذا ما تعرف تلعبونه لا تفلسف. تباهونوا يعني. اقول لك خليني اسالك سحر. اوكي اوكي، زلي سحر زلي سحر. يلا انا الساحر اختار. اوكي اوكي، اسكر عيني وانا اختار ولا لا؟ لا عادي اي شيء. اوكي كم الرقم؟ ايش اقول لك الرقم؟ انا الساحر ما يخصك. 10. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام 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 سلام. اهلا اهلا. شو كنا مطرود كنا؟ لا مو مطرود، الرجال يعني حر هنا، قال بيصير اسبانيا بيطالع مباراه برشلونه ان شاء الله وراجع. ايه يا تخفيت الدم والزرافه واللطافه اللي انت فيها دي يا عم؟ يا عم مطرود، ابوه طردني من البيت بسبب لسانك الزفت ده. بس يخرب بيتك انت وابوه. بس تصدق شكلك حلو وانت مطرود. والله اخذ صوره سيلفي للذكرى الحلوه بقى. المهم ابوي اعطاه شهر، قال له دبر امورك قبل نقل قامتك. ايوه يعني تبون في هالشهر يتم عندي انا. وحليله يعني وين بيروح؟ بيقعد هني لين يشوف اموره ويضبط اموره ان شاء الله، والله بيوفقه. شوفوا بيتم مني بس بشرط، يعني ينظف المكان، يسوي لنا شيشه، يسوي جو. انت اشتغلت مهرج قبل ولا؟ يضحك يضحك، بكره يجي لك يوم ونفضل نضحك عليك للصبح. افا افا عليك يا هاني، لو الخيمه ما تشلك عيوني تشل. اصيل والله يا خالد، صديق وقت الضيق. طيب ما فيش عندك غدا بالمره عشان انا ميت على روحي من الجوع. من اول يوم شوي كثر. لا لا ما بشركم، انا عازمكم على مطعم من الاخر بمناسبه طرد هاني. بس قبل نروح المطعم خلني انا اكشخ، دامنا معزومين خلني اروح البسك كندوره والعقال واكشخك. تعال حبيبي البس غتر. قومني حد يومي. هو عين حول. قوم قوم قوم، هذا يبالها تصريح عشان يقوم. اوكي لا في ابي بلا ثاني لا فيني ما امسك ابا 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 يا ابوي ما يعرفون يسموني ميسي العرب. ميسي يا والله انا يسموني ميسي العرب. شو كيف بحكي في التسجيل؟ ميسي يا والله طار راسك يا ابوي. اول شد البوك. هم لعب كره قدم؟ لا ملعب كركت حبيبي. احترم نفسك، هذا مطعم محترم. انت احترم نفسك يا رفيق. يلا جاو داخل. انا رفيق؟ انت تعلم ترمس عدل الاول. كلام مخبق هذا. اونه بوتل اللي قالين فوتبول اللي من بوتل اني ورتيتاني بلا يا ابوي. يلا يلا يلا. اقول لك ما في جدول شيء مني مني. عندي لك جدول من الاخر اليوم. عاد كندي الله يعينك كندي. بس صبر صبر بس والله فيني يا ريال. اوه عليكو عليكو طاطا هالدبو مالهم كاش خونا يتحرى امره. اوه طاها المتين بيخلص اكل المطعم كله يا ريال.
كوميدي ما شاء الله. عندكم حساب في الانستغرام؟ نبى نضيفك. اول شيء يقول ابى اضيفكم بيصير بينا يا ريان. ما في شغل استور بيك شو؟ قسما بالله لا تخليني اشيل هال 200 عقه فوق خليك ما تمش من مكانك. اقول لك ايه، احترم نفسك. اي انت اللي احترم نفسك اول يا راس الشيشه. في هذا التوايا انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انتوا منو يعني؟ دول اكلين لحوم البشر يا حبيبي. سيبك منهم يا عم، دول عالم سيء. اويت طال مصري شي يقول عالم سايا وانا شو يعني؟ نحن مو متربين هني؟ عالم سايا وانا عربي الزحلق. ازهق ازهق والله بكسر ويوكم هني. انت ايش تعرى نفسك؟ قاعد 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 سالفة البحر ما فينا تلعب. راهقنا الحين وايدين شباب. نحن بيين نضارب، نحن جايين ناكل. شباب يلا تعالوا. يلا يلا تعال، انا بضبطك باكل صراحه يقدم مزاجك. تفضل تفضل. هلا راشد. يا هلا ومرحبا. والله انا اليوم يا لسني ما بتحرك، بنتظرهم والله. والله نس. الله يحييك حبيبي. ليه دماتين؟ احد محي الدين من الهند من كيرلا، يعرف كل اللهجات ما شاء الله عليك. ازيك يا باشا؟ دي مصر ام الدنيا. كمان مصري؟ اه والله من يوم الكمبيوتر ما شاء الله تعرف كل اللهجات عليك يا شباب. خلوني ليش نطلب اعطيكم احلى طاوله ضبطكم. تعالوا عاد ودر عنك هالسوالف وقلنا يا اهل باللبناني. لك هاي احلى طاوله لاحلى شبايب. لك تفضلوا. حياكم حياكم. يلا يلا شباب يلا. ها راشد وينك من زمان ما شفناك؟ والله عندي شغل لين فوق راسي، لكني الحين يوعان وميت يوع. بس قبل ما ناكل نباك تسمع للشباب اغنيه. شو تبغى اغني؟ يغني كل اللهجات؟ ما سخر انت، كل كل شيء تبغاه. ايش تبغى انت؟ سمعني مغربي. اه بيتيت بكتك بكتك بكتك. اي صدموني من اللي جو قالوا لي اليوم العرس ديالك، يعني اليوم اللي في الراق اليوم ممشي في حالك. عرفك مسيتيني واسمي انا باقي في بالك، عرفك ما تبغى تصبر حتى في مكتب بالك. زوجك دراع وانا ذوك بالك، خلوني مقسومه وخلوك مقسومه، خلوني مصدومه وخلوك مصدومه، وانا معروض ما بجيب فيرطه اليوم. صراحه بيضت وجهي الحين. اقدر اطلب جيب لي الحين برياني دجاج من اللي يحبه قلبك. وريتي كم برياني وعمي هاني. وانت باشا عاوز ايه؟ عاوز ملوخيه؟ ملوخيه يا عم موحي، ده انا عرفت اخضر من كتر اكل الملوخيه. انت تجيب لي رشه برياني وتجيب لي انا ملوخيه؟ هات لي برياني زيه. وري برياني قولي لعمي هاني. موحي عطني مجبوس دي. وريت شكل مجبوس ثلاث تشورا كده. شباب دقائق الاكل بيكون عندكم. انا زين. اه والله الناس تفضل تفضل زين. ابا انا ابا تريبل تشيز برجر. اوكي الناس اللي في ماكدونالدز حلو، تريبل تشيز برجر والبرجر نفسه يكون محشي جبن. اوكي شوف ثلاث طبقات، فوق خيار، في النص طماط، تحت بيض ولا اي شيء زين تحطه، ويجيب لي سوشي 300 كاربز. ايه ده نفسك مسدوده ولا ايه؟ مكياره بيني قدنغوند بو. هذا سبني ولا؟ لا 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 قال والنعم فيك. اه والنعم بحاله حبيب. اه شو الاكل؟ جامد. اه المتين اكيد خلص كل الاكل اللي هنا في المطعم. تراك مسخته شكلك تبغى تندق صح؟ لا 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 إذا ما وقف ضربة أكلم الشرطة. يلا يلا شباب روهنا. هاي يقول بخبر شرطة يا أبوي، بس قسم بالله ما عليه حطيتكم هني في الراسي والله بدمرهم. أو أنه قال حطيتك في راسي. راح راح برو روح. تصدق يلا خلاص أنا أرتقي فيك كريم هاني. أنا مش عاوزك ترجع للإجرام يا هاني. والله خلوه اضطر أرجع للإجرام تاني يا راشد. اوعى سيبني يا أخ. يلا سير ارجع للإجرام ارجع. متاسبني روح لوحدي ولا إيه؟ والله أنا عندي شغل اجتماع. والله شغل إيه؟ حبيبي شكرا يا راشد. أنا كذاب يا راشد. يا سلام الشيشة بتعدل المزاج صح؟ انت لو انك تسعى على رزقك مثل ما تسعى على الشيشة كان ربي موفقنا. يا عم المنكد انت، ما تسيبنا نشرب شيشتنا بمزاج يا مقرف. وبعدين اقول لك راشد ليش مودي هاني عند ابو صبحي؟ اي والله صدق كلمه انزين. امين ابو صبحي ده مواطن؟ لا 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 ابو صبحي رجل اعمال فلسطيني في الامارات وعنده سلسله مطاعم. لا 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 تودي المطعم هذا بيخرب الاكل، عقب شو بناكل؟ خله خله هني احسن. ما تقعد ساكت يا هادم اللذات ومنفرق الجماعات انت، وتسيبنا نشوف رزقنا. زين بسألك انت تعرف تسوي اكل وشي وهالامور؟ يوه ده انا كنت شغال في فندق خمس نجوم في مصر. اها بدينا كذب. انا كذاب؟ لا محشوم انت ما كذاب، انت ابو العريف تعرف كل شيء. ما
زين بسالك انت شو تسوي اندومي؟ لا حبيبي هاني جهز نفسك ان شاء الله من بكره الصبح اوديك عند ابو صبحي. بجد والله خالد؟ نعم ان شاء الله. على اذان الفجر هتلاقيني واقف قدام المجلس مستنيك. فرصه وجاتك ليدك ضمها. اوكي وانت العب عدل لا اشيل الورقه هذه في وجهك من الصبح قاعد يغش. يلا العب بالي يا عمي. ما بلعب هذا قاعد غشاشك بالصبح قاعد يخرب علينا اللعب. علي يا علي علي هاوي وين سرحان؟ بلاكم وين يمشي انت؟ لا ما فيني شيء ابوي. لا يكون طلعت النتيجه وراسب ها؟ لا وين ابوي لا عيال بلاك زعلان ابوي بس احس اني تسببت في قطع رزق هاني ابوي. علاوي هاي الرمسه رمسه ناس كبار وانت ما يخصك. حط بالك على دراستك وبس. والحين سير برا بتحصل الشاز داخل موتري يبن صك الدبه. يلا بارك الله فيك. يلا يلا ودر عنك سوال فاي ان شاء الله ابوي. يا هاني هاني ايه يا ابني في ايه؟ المجلس بيولع ولا ايه؟ في ايه؟ اي اللي يولع؟ وين اللي بقوم الساعة 7؟ عندنا موعد مع ابو صبحي والحين الساعة 10. اسكت يا خالد انا طول الليل عمال بحلم بابو راشد وهو بيطردني من المزرعة وعمال كوابيس وكانت ليلة سودة. انت متى اخر مرة متسبح؟ يمكن قبل طردي من المزرعة باسبوع. يعني قريب الشهر؟ اه تقريبا 29 يوم كده. 29 يوم حاسب منها. يرحم لي والديك قم تسبح اترايك السياره نص ساعه ابو صبحي ينتظرنا. حاضر. عجل. حاضر وتسبح يرحم والديك. حاضر يا سيدي حاضر. وين ارام الله يا مسافر وين ارام الله لك لا تخاف من الله لك لا تخاف من الله. السلام عليكم. اهلا اهلا يا ابو صبحي. وينك كيف حالك؟ يلا تحت شوي حبيبي. حاضر يلا. اهلا. ولك لك وحش انت والشباب. حبيبي والله سق الله ايام الخيمه لما كنا نقعد مع بعض. حبيبي اه والله والله اشتقنا لك اكثر يا ابو صبحي. الله يسلمك. انا من يوم ما عرفتك كنت ملحف راسك. عندي سؤال، انت من ولد بهالتختيره؟ تفضح ناس قدام الشباب اللي بيضل في الخيمه في الخيمه. انا زلم برستيج هون نسيت. هذا الحافل بتقول عنه هذا يا زلمه الاشباغ الفلسطيني هذا اللي بنعتز فيه هذا اصلنا كمان. ايش ظل غير الهويه الفلسطينيه؟ والله والنعم حبيبي انا اسف سامحني. مو بتسلم عليه ولا ايه؟ حتسلم. هو هذا هاني اللي انا كلمتك عنه. اه هاني. انا نعم ابو صبحي. كيف حالك؟ ازيك عم ابو صبحي؟ هو اخبارك ايه؟ هو هذا هو هاني. الله اكبر. اقعد اقعد. الله يخليك عمنا. الله اكبر. الله يسلمك. ما شاء الله. نعم حبيبي. هو هذا هاني الشيف المحترف اللي كلمتك عنه. هو هذا. هو هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف يا هاني. هذا انترفيو. تمام؟ تعمل اللي بقول لك عليه، وقف اشوف. يقوم دي واحنا في مدرسه ولا يقوم عشاني هاني يقوم عشاني ما شاء الله تبارك الرحمن وطويل كمان. خليه. طب ممتاز خذ لك لفه يا شوف. يلا. لا ده فهمني غلط. فهمني غلط كده لفه ايه الفلوس؟ لا الف اذا كان كده ماشي. كمان مره خذ لك لفه ثانيه. ثاني كمان. الله اكبر تبارك الرحمن. خلص اقعد اقعد. تعرف تنفع تكون مضيف الطيران او فاشينيستا؟ فاشينيستا دي ترزي ولا ايه؟ وظيفة ما شاء الله. اقعد اقعد يا زلمة. انت ايش مالك تسمعش الكلام؟ حط الرحمن في صدرك واهدى. الحمد لله. طب احنا نتناقش هاي نغاشي بس. حبيبي هذا هاني نفس ما خبرتك داوم في فندق فايف ستار وكل اكلات اماراتية. الله اكبر. نعم فايف ستار ما شاء الله. بس حضرتك انا بتاع كله سبع صنايع والبخت ضايع. طيب يلا يا سيدي ان شاء الله الله يوفق. طيب بتعرف اكلات اماراتيه؟ اوه بص حضرتك اكلات اماراتيه بعرف اعمل ملوخيه وبعرف اعمل كوارع وبعرف اعمل باميه. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك اماراتيه ترفعش ضغطي من الحين يا هاني. ايش مالك ركز. ايوه هذه المقبلات اللي قبل الاكل حضرتك. سمعني بعرف اعمل برياني وبعرف اعمل مكبوس وبعرف اعمل قشيد وبعرف اعمل بلاليط. ممتاز. تعرف تعمل قيمات؟ ومين اللي مات؟ ما حد مات. انا عزيه يعني ولا ايه؟ اللقيمات الدائريه فرق. المدور ده الحلو ده. حضرتك بعرف اعمل لقيمات. ممتاز. طيب باذن الله بكره الساعه 9
تمام، بتجيب جواز السفر تبعك وصوره شخصيه. انا زلمه توقيته اوروبي على الساعه 9. ها حضرتك بص، الساعه 9 الصبح بتوقيت جرينيش هتلاقيني موجود عندك في الميعاد اللي هتقول لي عليه، في المكان اللي هتقول لي عليه. كفو عليك حبيبي يا ابو صبحي. حبيبي يا صبحي، يعطيك الف عافيه. ولازم الله يسلمك. تحت شوي. يلا ناس، ما قلت لك حبيبي اليوم لازم تيجي عندنا الخيمه. اليوم المطرب محمد الهاشمي بنفسه بيكون معانا موجود. محمد الهاشمي مغني؟ نعم. الله اكبر حبيبي. غير نخلع خلع. هلا حبيبي. سلام عليكم. مع السلامة عمي. حبيبي فرصة سعيدة استاذ. مع السلامة. سلام. والله هاي الساعة المباركة، حي الله هاني. انت وين من زمان غاط ما نشوفك؟ طمني عنك، شو اخبار صحتك؟ الحمد لله عم ابو راشد، ماشي الحال وزي الفل. لا يكون تتحراني بسامحك وبارد وباشغلك عندي. لا حبيبي توبة، عقب المشاكل هذه لا انسى. لا عمي، انا جالي شغل حلو في مطعم وجاي علشان اخذ الاوراق علشان اروح اشتغل فيه. هذا السر، هذا الكلام الجميل الحلو. هلا هلا بنفسك. شغلة ثانية أوصيك فيها، ابتعد عن المشاكل وأي شيء تحتاجه من هذه قبل هذه. حاضر. ربنا يخليك عم أبو راشد وخيرك سابق. دقايق وهيبك
لوراي. مات حبيبي. ايش رايك يا هاني؟ المطبخ جاهز تمام، كل شيء جاهز، عندك المجله، عندك الطناجر كلهم جايبينهم جداد، وعندك العمال، هذا الطباخ تحت امرك ماشي، والعمال كلهم بس بتقولهم يمين يمين يسار يسار زي ما انت بدك. ما شاء الله يا عمنا، هو ده مطبخ؟ ده انا فاكره قاعه مؤتمرات. الحمد لله يا رب، هيك الله يسهل ونخلص الامور كلها على خير. شايف هذا المكان؟ ايوه. وهذا الكاشير ما شاء الله، والديكور كله على كيف كيفك ما شاء الله. لا جميل، حتى لمبات جبناهم جداد. لا زي ما بقول لك، حلوه والله. والله. وما قلتليش يا عمنا نويت تسمي المطعم ده ايه؟ شايف القارمه هاي اللي فوق؟ ايوه. هذه القارمه بدي احط فيها اسم، اسم واحد بس تمام، هيك هيك حجمه، بدي احط الاسم اسكر، اخلي المحلات كلها تسكر، بدهم يشوفوا الاسم ويخافوا، هيك يعملوا هيك 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 احسن عشان نبقى لوحدنا على الساحه. ايوه بالضبط. ايوه باذن الله. باذن الله يا عمنا. ناوي تسميه ايه؟ ناوي اسميه الغالية. الغالية؟ ايش معنى الغالية؟ باسم الوالدة. ربنا يخليها لك ويطول لك في عمرها، ست بميت راجل، سيرتها على كل لسان، ما شاء الله عليها. ما هي توفت يا هاني، الله يرحمها. لا والله. ألف رحمة ونور يا غالية، ألف رحمة ونور يا ست الكل، ربنا يجعل مسواك الجنة. مع ألف سلامة يا ست الحبايب يا حبيبة. الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا بعد شبدي. الله يرحمك يا روحي. لكن مورين في وضع غير عادي هنا، من المقرر إطلاق سراحها خلال أسبوع. السلام عليكم أبويا. هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله رشود. الله يحييك. هناك شي مستانس؟ والله أني مستانس أبشرك. ها. هاني داوم في المطعم. هاي الأخبار الزينة، هاي الأخبار السمعة. خبرتك أنا من قبل، قلت لك يوم بيشتغل عند غيرنا بيصطلب بيقضي ريال، ترى عنده أم وعنده عيال وعنده حرمة لازم يشتد عليهم. زين الله يبشرك بالخير. زين زين، بس أنا خوفي من مشاكله ويرد على المشاكل. أبويا أبشرك، كان يستوى ريال سيده واصطلب ويعرف الصح ويعرف الغلط. الله يسمع منك يا رب. يلا الله يسر أمره يا رب. زين ابويا ما تمل انت، 24 ساعه طالع اخبار ما ادري شو، خير خلينا نطالع لنا فيلم براشه نغير جوتي. خدي انت ما تروح تميز ما بين الاخبار وما بين برامج الثقافيه، يعني انا ما افتك من امه تظهر لي انت؟ قم 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 سير. صار على طاري امي، ليش ما تتزوج الثانيه؟ انتبه تروحنا برا البيت. قم 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 ابوي، قم قم دبرت تنشيك تتزوج، خلنا زوجك اولا. يا دي النور يا دي النور، واحلى ملامور لكل الحضور. منورتنا يا عمنا. منورنا انت. الله يخليك. امرني يا سيدي الناس. اجيب لك ايه؟ هات لي سلطه. سلطه ايه يا عم؟ وانت عم قصص معده ولا جاي تحلف على النعمه؟ احنا عايزين لك حاجه تتغذى. شكلك ضعفان. جيب لنا حاجه على ذوقك. انا يا الاثنين اجيب لك هريس؟ جيب لي هريس. يا سلام. عندكم قشيد؟ عندنا قشيد. ظبطنا. تؤمر يا غالي. يا سلام عنينا الاثنين والاستاذ. الله كوبي بيست يا عم. عنينا الاثنين، عنينا الاثنين. يا سلام نورتونا والله، احنا نزلتنا البركه. اهلا وسهلا نورتونا. حلو رايك في الاسلوب وفي التعامل. ايوه هيك بدي اياك يا هاني، بديش ولا زبون يطلع من هان مش راضي. بتجيب طشط صغير فيه مي سخنه، بس يخلصوا اكل بتغسلهم ايديهم وتمهم كمان. اغسل له ايديه بس؟ ده انا هغسل له ايديه وهغسل له رجليه وهجيب له معجون اسنان وهدعك له اسنانه، ولو طولت احميه احميه في المطعم. ايوه هيك بدي اياك الاثنين. شاطر. الله يخليك يا غالي. اجيب لك حاجه تاكلها؟ لا لا بدي سلامتك انا مروح. تمام تمام يا شمال. ايه بدي اياك تجيبك على المطعم يا غالي. اجيب لك حاجه تاخدها لام العيال وانت ماشي؟ يا خربان. تعال تعال هون. أم صبحي هذه عزيزة على قلبي، جيب سيرتها على لسانك. علي الطرباج، إذا بتجيب سيرتها على لسانك والله مش حخليه خروف محشي. خليك مدفون وأدفنك تحت الأرض، ولحماتك أزتهم للجيران، وعظمك أخلينك كاشة أسنان. والله حلو، مرة بوس مرة أم العيال، أبصر مرة ثالثة إيش بدك تسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. والله سبيت ام العيال. الله يحرقك انت وام العيال. انت تزوج يا يمه والشغل ملحوق عليه، وانا بكلم لك ابوك يوفر لك كل شيء اللي تبغى. كل اللي ابغي؟ كل اللي تبغي. عندي شروط.
زين قول شو شروطك؟ أول شرط إنه هو يختار لي الحرمة. ثاني شرط يا طويلة العمر إنه يصرف علي أنا وزوجتي لمدة 20 سنة. ويوقع على ورقة إنه يصرف على 10 من عيالي لمدة 20 سنة. عاد ما أعرف لازم يوقع لي لأن ما أعرف الأعمار بيد الله يعني. ما بس هذا بس. أفع عليك أنت. أنا أزوجك أنت وعيالك وعيال عيالك. شو رأيك بعد مرة واحدة أزوج ربعك الصيح هذيله؟ والله فيك الخير. وبالمرة تتزوج ويانا يعني أنت. تخيل يعني في دعوة العرس مكتوب عرس راشد وأبوه. سود الله ويهك ويه أبوك. أنت تسمع الرمسة وساكت؟ هذا اللي تبغاه؟ وأنت الحين الله يهدينا ويهديك اللي سمعت ويشوفك يقولت أنت ما تعرفين رشود ولدك ترى يتغشمر يا حرمة. بعدين تعالي أنا بدله وأخوه والبيت وسيايرنا وكل شيء بدله إلا أنت. أنت عقار راسي، أنت الحب، أنت الحنان. أقول مراشد أول شيء خلي رشود يشتغل ويداوم إنزين وأنا بصير بخطب له. لكن الحين ما لي ويه أصير عند الناس أقول ولدي صايع ولست علي من أول شهر من يداوم 3 ليالي تقوم برا. إيش تبين أكثر من كذي بعد؟ كلامك صحيح. أنا بغيته يتزوج علشان بس نفتك من ربعه هذيلة ويهدى شوي ويعقل. والله يا أبوي إن كلامك صح وعين العقل. وانت كلامك يا امي والله كلام ما عليه اي كلام. يعني اللي سوري بس ارد على التلفون. شكرا. خذ راحتك. الو هلا خالد. ها انت عند الباب؟ لا والله يا انا والوالد والوالد ذني في الحوي. يا ريال ضحكوني قال بيزوجني ما ادري. استغفر الله العظيم. والله العظيم ضحك. يا اخمام يا اللي ما تفتح على وجهك ما عندك مذهب ولا احترام. وي هاني هاني عمر باب. كيف حالك؟ الحمد لله. هاني وين؟ يجي بعد شوي. يجي بعد شوي. وكل يوم بيجي بكير؟ ما في تأخير الصبح؟ لا ما في تأخير أرباب. ما في تأخير. طيب خير إن شاء الله. لا يخبر أنا خبر. ماشي؟ أنت ما في معلوم. إن شاء الله. طيب شوف شغلك. شكرا. عفوا. الله يستر يا خربان الديار. شايف كأنه بيلعب في ذهله. ماشي يا هاني. طيب قاعد تلف صار لك ساعة لفيت راسي أقسم بالله. وقف مكان خلنا يعني نذكر الله ونقعد نسولف نضحك بدال اللف هذا. والله أنت بطعم وأنت وين رايح يعني؟ وبعدين ماشي موزز ولا بنات حلوين يعني شو السالفة؟ أوب 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 اسمع من يتكلم عن الموزز. اسمع الله يخليك يا راشد. تخيل إنك أنت بنت تقبل في الوي؟ لا والله توب أحسن. والله العظيم. وي 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 وي. أقولكم خلونا نمر على هاني وناكل لنا كم من لقمة. هي كلام الصح صراحة والله. أكل شعبي أقوى شيء. أنت ما قلت إني أنا برتب جدولي بخلي إني أنا يعني إني أضع في أسرع وقت ما يمكن. وين زين أمس بديت دايت اليوم أوبن دايت. عن أبو دايت. شغل شغل شغل. بيمدع بيمدع. اسمع 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 الطرب. صعب صعب الحين يتركني رايح وين علق قلبي وياه علق دم نسمي صعب صعب هالحين تتركني. هاني ليش يوم مال بلاش ولا بنحاول مال بلاش ان شاء الله. يلا يلا علي خساره اليوم علي. سوتي 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 تري 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 اباك تحرك سعرات حراريه. عجل عجل حبيبي يعني ميت يوع. والله انا سويت سرت الجيم قبل الاكل عشان يلا مساء الزفت على دماغك يا حبيب قلب. انت وهو وحشتوني يا اوسخ شباب في الدنيا كلها. انت لسه ليش يسوي جو؟ ليش يسوي جو يا اخي؟ نزل لك المفروض ما تنزل لك اصلا. هو تهمك على كرشك على طول بقيت عامل زي البطريق. وانت يا بتاع كله نزل لي كل المنيو اللي عندك اليوم. انا يا الاثنين النهارده حماتكم بتحبوكم عامل لكم احلى بشيت بالسم الهري على قلبك. تنوروا. اقول لك لا تكثر كلام. انا ابغي اكل لين اشوف سر هنا وبعد ما نخلص نسير المقهى ورجلي على رجلك. انا يا الاثنين اتلقحوا هنا. استنى قبل ما تترزع هتدفعوا فلوس ولا ايه؟ لحسن ابو مصبح ممكن يعمل لي ماكينه سحب. بنحاسب اليوم خلاص شباب قطيه. ها لا تسوي لي اونه تو راتبك تم ايداع. ايوه تفضل حبيبي. يلس يلس العود. والله حرام عليكم شباب. لو يا سيف الخيمه مو ابرك لنا عندنا الشاي والقهوه كل شيء هناك. لا يا عم خيمه ايه؟ ابو صبحي لو راح المطعم وما لقانيش هيديني القضيه في الحته الفاضيه. يا زلمه هاني وين؟ انا ما يرد. شو
مش على اساس بيجي كل يوم عبكير انت يقول بيجي كل يوم من الصبح؟ ما في معلومات. انا والله العظيم مو فاهم انت ليش ما تستوي ريال سيده؟ تبغى تنشاط مثل ما شاطك ابوي؟ ايه ابوك شطني ديت وانا كوره ابوك هيشطني. تعال فهم. استغفر الله. شباب شباب انا في المطعم الحين صبحي معصب صبحي معصب. شوف هذا البني ادم انا عشت وياه من يوم كنا صغار تشي عندي الكتيب ماله اي شيء يقوله صح. ايه والله حرام عليكم انتوا الاثنين ليه متى تمقلبون؟ ما حد محل الجلسه الا هاني. ابو سبحه حبيبي. هلا حبيبي ولا تبوسني ولا ابوسك. ليه بس؟ وينك يا هاني؟ قول لي وين؟ موجود يا ابو سبحه. هروح فين؟ هاي ثاني مره ادخل مطعم ما الاقيك. وين بتروح؟ معلش ما تزعلش نفسك الزعل وحش علشانك. ومن اليوم ورايح لو عايزني ارقد في المطعم هرقد في المطعم. ترقد؟ ترقدش هون. بدي اياك تظلك مع العمال، مش انت المسؤول يا هاني، مش معقول. حاضر، انا اسف معلش. ولا لا تبوسني ولا ابوسك، كل شوي بوس. بوس بوس. خذ يا تعالى انا هولع فيه. انت قلت له ايه؟ انا ما في معلومة، انا ما في معلومة. انا ابغى يصير ريال يسعى على رزقه. الله يخليك، مقطعين الرزق انتوا الاثنين. شباب شباب احساس ثاني احساس ثاني. انت بركن برا ولا لا؟ لا مبركن في المطبخ اكيد برا. في حد دعم وترك؟ اقول لك انا مو بهاني كنت قص علي قسما بالله. حط شيشه فوق راسك. شيش لا حطه فوق راسك. امدلك. الو ابو دي. عليكم. عندي لك خبر حلو. خبرني شو عندك؟ حصلت شباب. منو الشباب اللي حاطنهم في راسك حبوب؟ ما تتذكر ولا؟ زين حصلتهم؟ ريحه مطعم غاليه. انا وسلومين ترياك قريب المطعم. لا تتاخر. اتاخر؟ هاي فرصه امري حبيبي. الحين جايينكم خلكم هناكي. اوكي يلا باي. والله تبى الصدق انا مو بويا انك تاخذ الموتر على البنك وما ادري شو. والله العظيم ما له داعي. جمع لك خرده وخذ لك الموتر وريح لك. ما اقدر اصبر لازم الموتر يكون بيدي خلاص. لا تسمع لا تسمع الريال هذا. خير صور هذا. متين ما شاء الله تعطيك جيمات باجلة نخي. ها قلت لك بحصلك ولا ما قلت لك؟ والله كله بطلع من عيونك. انت تبي سيدي هذا مبلغ عليه موضوع مشاجرة. جزاك الله خير راشد.
انتم شو تتحرون عماركم؟ البلاد ما فيها قانون، تتضاربون في المطعم، كسرتوا مطعم الريال. والله يا مقدم هاشم مش عارف ايش بدي اقول لك، يا خربان ديار. والله المطعم هذا شغال فيه لغايه يعني موقف على اجريه، وانا بس بدي تعوضوني. انا عايزك تطمن يا ابو صبحي وتعرف ان انت اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب، هيعوضونا. بديش اسمع نفس، اصلا انت سبب البلاوي كلها، من اول ما شفت رقعت وجهك صارت البلاوي كلها تتحدى فوق راسي. مقدم هاشم والله العظيم اول ما شفته صارت البلاوي كلها والمشاكل كلها، باخذ لي حقي منه. خلاص خلاص ابو صبحي، انت هدي اعصابك وان شاء الله القانون بياخذ حقك. ياخذ حقه؟ نحن ما سوينا شيء، نحن بريئين حضرة الضابط، وهو قال لي انا متين، ليش يقول لي انا متين؟ اويه حضرة الضابط، شوف انا ما قلت شيء غلط. شوف هو الصدق متين. شوف قاعد يسب ويبان العيد المشاكل من اول جديد. مشاكل؟ اي مشاكل؟ حضرة الضابط نحن ما سوينا شيء. شوف شو سوى في وجهي، كسروا العيوني، عيوني استوى لون ازرق. لون ازرق؟ بكسر راسك لو تبى. ها سمعت حضرة الضابط؟ بس خلاص اسكتوا. انتوا هنا يا سيف في مركز شرطه، مركز حكومه هذا، ما يصدق ان انتم متضاربين هناك في المطعم وكسرتوا مطعم الريال. ابو صبحي تبانا نحل الموضوع ودي، بنحل الموضوع ودي. تبانا حول على نيابه خبرنا ونحل ان شاء الله بحول النيابه. والله يا مقدم هاشم مش عارف ايش بدي اقول لك، المشكله انه نصهم اصحابي وبيننا عيش وملح، و يعني انا بديش اشي الا يعني اذا بيعوضوني وخلص، يعني صلى الله وبارك، واحنا بعام التسامح وانا مسامحهم. بيض الله وجهك ابو صبحي. شكرا حضره الضابط، الف شكر. انت تعال، انا وين شافنك من قبل؟ ايه انت راعي سياره مبدرت ويا السايق. ابوي ابوي خليك هني بخيت على سيدي. فك قيودهم وكتبهم تعهدات، وانت ابوي هاني خليك هنا، انا باك في الموضوع. طب انا ماني من انا عملت ايه حضرتك؟ طيب انا زمالي ذنبه والله في اللي حصل ده كله. ما شاء الله البيض. يعطيك العافيه يا ابو راشد. الله يعافيك ويبجيك. هلا مراشد. هلا ابو راشد. كلمني اليوم هاني على التليفون وقعد يترجاني ويصيح حليل على التليفون علشان ترد يشتغل عندنا في البيت. ذبحتوني انتو بهاني هذا. راشد رمسني وانت رمستيني، وراشد يقول لي يا ابوي ترى عقب ما راغى هذا راعي المطعم حالته مو بحاله. اي والله ان شاء الله ان شاء الله. ابو راشد اليوم بيخطف عليك البيت. يا ابو راشد سامحه سامحه، ترى رابي عندنا في البيت. ان شاء الله يا ام راشد ما يصير فالك الا طيب. اقول لك ان شاء الله يوم بيجي بشوف شو اللي اقدر اسويه واسوي ان شاء الله. ما قصرت ما قصرت، تسلم. اقول لك ايش رايك تجمعين البيض مكاني؟ ان شاء الله. يلا السلام عليكم. أوف. ما طلعت. خوزي خوزي انت في دايت شاي، تعالي يمه. دراسه برا ما شيء ان شاء الله. دراستك هنا ان شاء الله. زين وانت ايش سويت في الشغل؟ ابوي اول شيء سكت امي 24 ساعه. راشد تزوج، راشد تزوج، ما يخصك في امك. خلاص امك عندي انا، سكت ان شاء الله. وانا اول بادي داوم ان شاء الله. ليش الصبح مو انت مراقب؟ الرزق بيد الله. عشان تزوج عادي. يا ابو راشد ادوا وصل. يا ابو راشد يا ابو راشد سامحني والنبي يا ابو راشد، سامحني والنبي يا ابو راشد. يا الدنيا بهدلتني يا ابو راشد، وعماله تديني بالشلاليت ومبهدلاني، من خرج مقداره اتقل مقداره. سامحني والنبي يا ابو راشد. خلاص جك حلجك يا ريال. سامحني والنبي يا ابو راشد. تستاهل، ترى كنت حاسب منك في البيت، انا مجلسنك ومدلعنك، سويت لي مشاكل، خليت خلق الله تدق علي الباب. زين ما تيجي على مشاكل، وديتك المزرعه نفس الطريقه، صرت تضاربت ويا الهنود. وين تباني اوديك؟ معلش يا ابو راشد حاك علي، سامحني يا حبيبي والمسامح. وين اوديك؟ معلش حاك علي. ابوي ابوي حرام ابوي سعده، والله العظيم من زمان ويانا. وبعدين انت ريال عود، ما قمت تشوف تبى احد يعاونك في سواقه السياره؟ شغله دريول عندك خاص. والله العظيم ان انت اول مره في حياتك من جبتك على الدنيا هذه تقول شيء عدل. اسمعني يا هاني، آخر فرصة باشغلك عندي دريور خاص. أنا ليه اتشرف ميت؟ أبا أشوفك ريال ثاني غير، مو بهاني راعي المشاكل. أنا لسه إنسان لسه مولود دلوقتي خلاص. شعليك شعليك دريور الوالد الخاص، ها وين ما يروح الوالد أنت وياه. وعد لا تنسانا. أنا نسيتك أصلاً، أنت مين أصلاً؟ شفت كيف قلت لك الريال استوى ريال جديدة، وأنت كمان وربعك المعفنين مش عايز أشوف وشكوا تاني.
ايوه ربعك المعفنين اللي محوحوين هذين مال مشاكل ما باك تصير وياهم. هذا فهم علي؟ فهم دول عيال فشله. سير وياي وتي وياي ما يخصك في حد. دعيال فشله ما يخصك في حد. خليك وياي سير صب لي قهوه يلا. حاضر يلا خلاص ريالي دي ايدي هاني تعرفني؟ اقول لك هاني ها وخليني اسوق السياره بعده. شوف لا لا ريال جديد الحين ما يعرف الحين تو خلاص يوزو عنه. تسوق ايه؟ انت عارف لو قلت الكلمه دي تاني ممكن اخلص عليك. بص حضرتك ده احلى نوع توائل كوري موجود عندهم واحب اقول لك على حاجه هيمشيك 5 سنين. متاكد؟ عيب عليك ده انت بلدياتي اغشك؟ طب تصدق وتامن بايه؟ لا طبعا وحياه خالتي تفيده ولا ما اوعى اشوفها تاني. وكاله ناسا الفضائيه عارفها؟ عارفها اللي في طوكيو. ايه؟ قالوا اللي في طوكيو ديت ما تاخدش توائل الا من عندي. وانا هكلم مهدلي حبيبها مهدلي يعمل لك ديسكاونت. اوكي؟ اوكي. ها عم ابو راشد. الو الو هاني وين انت؟ ودرك عن كل شيء تعالي بسرعه ضروري 5 دقائق وهكون عندك. ماشي يا عمنا. يلا هدلي خلي بالك بقى من بلدياتي ها وما تنسانيش انا ها هبعد عليك بعدين. مع السلامه. هاني بتاع كله شغل قهوجي على الماشي. هاني بتاع كله بتاع كله. هاني نجار شيال شغال هاني راجل صاحبه ده سندال هاني يتعامل في اي مجال هاني عمره ما مشى في شمال بتاع كله بتاع كله شغل قهوجي عالماش عالماش طبخ بيعمل معاش شغل بيبيع في كتاش شغل قهوجي طبخ شغل شغل قهوجي طبخ طبخ هاني بتاع كله بتاع كله بتاع كله يلا بتاع كله بتاع كله بتاع كله 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 جزر وده شفالية كله 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 طب بص الشغلة اللي جاية بتاع كله ميكانيكي رقص عربية ماشيها على الأول مية جزر وده معلش جزر وده شفالية طب بص الشغلة اللي جاية كله 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 هاني سباك تبع شغال هاني طلع من ايد وجيان هاني شيخ منصر اي مجال سوق على طول في البال لو دايسه الدنيا عليه مش فارقه يعمل ايه الناس بتبص عليه لما بيرمي الافيه كله 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 بتاع كله الهرم الرابع برودكشن